الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجا والتجا يا أبواب الرحمة وسفن النجاة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى وأقل المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب الغرباء يا قتيل العداء يا مسلوب العمامة والردى يا أبا الشهداء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقد ضم سبابته والوسطى صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله أجمعين أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أسلفنا الكلام أيها الأحبة حين تكلمنا في الليلة الفائتة عن الإسلام، قلنا أن الإسلام دين يراعي جميع جوانب المجتمع، وحينما يتحرك الإسلام في المجتمع لا يتحرك على أساس أنه أو على أساس أن أفراده ومن يشكلون النواة الأساسية له متفرقين، وإنما يتحرك الإسلام على أساس أن المشكلين لهذا المجتمع الإسلامي مجاميع ليسوا أفراد. يتحرك المسلم بما هو مسلم في مجتمعه الإسلامي وعينه لا على نفسه وإنما على الآخر، ينظر إلى الآخر أخوه المسلم على أساس أنه نفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإسلام يجمع المسلمين كلهم في
مجموعة واحدة في جسد واحد، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى. الإسلام كما عرفنا يسد جميع الثغرات الموجودة والتي يتعايش معها الناس، التي يعيشها الناس، ومن ذلك اليتم كحالة موجودة في المجتمع الإسلامي يعالجها، ولا يجعل مسألة اليتم أمر بدون معالجة، لأنه إذا ترك هذا الأمر بدون معالجة أصبح هذا اليتيم إذا كبر قنبلة موقوتة. إذا انفجرت جميع المسلمين مسؤولون أو مسؤولين عنها، وجميع المسلمين يتضررون لانفجارها. الإسلام حينما يحرك ويبعث باقي المسلمين ويدفعهم إلى الالتفات والتركيز على مسألة اليتم، إنما هو يهدف إلى صيانة المجتمع في المرتبة الأولى، يهدف إلى أن يكون المجتمع مجتمع متكاتف متراحم. وقد قلنا أن المجتمع الإسلامي ركيزته الأساسية هي التراحم والتكافل والتعاضد. لا يمكن للمسلمين أن يرفعوا اليد أو أن يتغافلوا أو أن يجعلون هذا الأمر غير ذي أهمية. مسألة اليتم والأيتام ليس ذو أهمية بالنسبة إليهم، كلكم مسؤولون. واليتيم آباؤه إذا فقد أباه فجميع المسلمين هم آباؤه، وجميع المسلمين هم الذين يجب عليهم أن يسدوا هذا الفراغ الذي حصل في حياته. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، من يكفل اليتيم إنما هو يجاور الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. ولهذا الحديث قسمان، القسم الأول أن المقصود منه هو شيخ البطحاء ومؤمن قريش أبو طالب عليه السلام، المقصود من هذا الحديث هو أبو طالب لأنه كافل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كثر الحديث بين المسلمين، مو بس في هذه الأيام، حتى في تلك الأيام، حول إيمان أبي طالب. جاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لينهي هذا الجدل ويقول: أنا وكافل اليتيم. ومن كافل اليتيم؟ من هو اليتيم في البداية؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ اليتيم هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا اليتيم وكافلي هو أبو طالب، أنا وهو في الجنة كهاتين. والله سبحانه وتعالى ما يدخل الجنة كافر، والله سبحانه وتعالى ما يجازي الكفار بالجنة حتى وإن كانوا أقرباء الرسول. كان الكلام أن ما دعا أبو طالب إلى نصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه ابن أخيه، ولأنهم يفكرون هذا التفكير الأعوج، هذا التفكير المريض، يحسبون أن الناس كلهم يفكرون بمثل تفكيرهم، أن كل واحد ما يفزع إلى الآخر إلا إذا كانت هنالك بينهم صلة. العرب يفكرون بهذه الطريقة، العرب تفكيرهم أنه أفزع أنا إلى الآخر على أساس الصلة التي تربطني به، هذا من عشيرتي، هذا من عائلتي،
هذا من أنسابي من أقربائي، هذا أخي ابن عمي. لذلك حتى إحنا عندنا مثل هذا الجو، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. عصبية. كانوا يعتقدون أن ما جعل أبو طالب يدافع عن الرسول إنما هي عصبية، وأبو طالب بريء عن هذه العصبية بشكل كبير. أبو طالب أبدا ما كان يعيش مثل هذه العصبية، ما كانت تتأثر عليه الأجواء الجاهلية، بل هذا الرجل وآباؤه كلهم كانوا نظاف من مثل هذه الأفكار العفنة، كانوا نظاف من هذا الجو. كان تفكيرهم فقط أنهم يفعلون الصحيح، وحينما يجدون أن الصحيح هو في اتباع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يفعلونه بدون أن يلتفتوا إلى لوم اللائمين. أبو طالب وهو كافل الرسول الذي كانوا يعيرونه بكفالته للرسول، يتيم أبو طالب كانوا يطلقون على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل لم يخالطه الشرك أبدا أبدا، ما كان مشرك، لا هو ولا البطون التي جاء منها، لا هو ولا أبوه ولا جده ولا إلى أعلى الأجداد إلى قصي، ما كانوا مشركين. ومعروف في كتب التاريخ أنهم كانوا موحدين حنفاء، كانوا يدينون بدين نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، دين التوحيد. هؤلاء ما خالطهم الشرك إلا أبو لهب عبد عزة، هذا خالطه الشرك لأنه ناسب بني أمية وأخذ منهم، تزوج منهم أم جميل، وإلا فإن هذه الشجرة كلها موحدة، كلها شجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أجداده أعمامه كلهم كانوا موحدين، وأبو طالب منهم. أبو طالب كان الدرع الواقي إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كان درعا واقيا بشكل عظيم بشكل كبير، بحيث أن هؤلاء أعداء الرسول كانوا يخافون منه، كانوا يخافون يهابونه. ما هو شنه الشيء الذي كان يمنعهم من أن يصلوا إلى الرسول يغتالونه إلا أبو طالب؟ لذلك لما توفي أبو طالب نزل جبرائيل عليه السلام على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بالهجرة، أخرج منها فقد مات ناصرك. إذا كان ناصر الرسول، إذا كان أبو طالب ناصر الرسول كافر غير مؤمن، ليش الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه القيمة؟ ليش؟ فكان درع، وكان هذا الدرع يفدي نفسه وعياله للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في كل حركة الرسول، من أن بعث كان مدافعا عنه يتجاهر بحبه له، وكان دائما ما يهابه المشركين لأنه كان صارم، مو مثل ما يطلعونه على أنه كان كبير في السن وكان يحامي، كان صارم في دفاعه عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كلكم تعرفون ذيك القصة الذي كانت للرسول، كان يصلي عند الكعبة فجاء أحد المشركين يحمل أمعاء الحيوانات الدم الروث ورماها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد، تأذى قلب الرسول، ذهب إلى عمه يشتكي، قال له: يا عم من أنا؟
يعني مثلي يصير فيه هذا؟ فلما رآه كذلك قام يمشي معه حتى وصل إلى مجموعة المشركين الذي من ضمنهم هذا، فقال لرسول الله: من الذي فعل بكذلك؟ قال: هذا. فأخذه تل، أخذه وجاء بالروث وجاء بها ورماه عليه. هم مجموعة من المشركين، ما أحد قدر أنه يقوم يعترض على فعل الرسول، على فعل أبو طالب. كانوا يخافونه، ترى شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه ما جاءت من فراغ، وإنما جاءت من عند هذا الرجل الذي كان شجاع. ثم قال للرسول: سألتني من أنت؟ أنت رسول الله. فهذا مو دليل على أنه هذا مؤمن، وإلا شنه اللي يخليه يؤمن أو يصفه بأنه رسول الله لو لم يكن مؤمنا برسالته؟ في شعب أبي طالب لما تواطأت القبائل، قبائل العرب، ولما تواطأت العشائر على أن لا يبيعوا ولا يشتروا ولا يزوجوا ولا يتزوجوا من المسلمين، جمع أبو طالب المسلمين كلهم في شعب أبي طالب، في شعبه، وكان ينفق عليهم من ماله. وانت تتصور المسلمين أمة في ذلك الوقت، مو 10-20، مجموعة كبيرة، كان ينفق عليهم من ماله ومن أموال جدتنا خديجة، حتى نفذ كل ماله. كان يتابع الرسول بعينيه، ما يخليه يغيب عنه. لما يريد الرسول النوم يكون واقف في جنبه ينتظر الرسول لما ينام، يطمئن عليه أنه نام. وما تنتهي القضية هني، كان يخاف عليه أن يندس المشركين، أحد المشركين في ما بين المسلمين ويقتال الرسول. شنو كان يسوي؟ كان يحارس الرسول لما ينام، وينامون جميع المسلمين، يوقظ الرسول لكي يغير مكان نومه، ثم يجعل أمير المؤمنين ينام في مكان نوم الرسول، كل ذلك خوفا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقتال، ويقدم أبنائه في هذا الجانب. هذا كافر؟ هذا غير مؤمن؟ بل هو المؤمن الحقيقي، وحق أن يكون لقبه مؤمن قريش. لو لم يكن مؤمن كيف في وصيته؟ أنتم تدرون أن المحتضر في آخر لحظات حياته يقول أهم الأمور، يقول أهم الأمور، الآن هذا آخر كلام لازم أقوله، راح يطلع من هذه الشفتين، شنو راح أقول؟ أهم شيء، أهم شيء راح أقوله، وأهم شيء كان عند الرسول أن أوصى أولاده ومن حضر بنصرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. أليس هذا دليل على إيمانه؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، دليل آخر على إيمانه، أنه شفع في 6 من أهل بيته: رحم حملت، رحم حملت، وصلب أنزله، وحجر كفله. ومن غير أبو طالب كان كافل الرسول؟ فهذا إذا كان كافر، خب ليش الله سبحانه وتعالى يشفع فيه؟ كيف تنال الكفار شفاعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ كلا، وإنما كان خالص الإيمان. سيد عبد العظيم الحسني، إن شاء الله زرتونا في لما تروحون للزيارة، هذا الرجل أرسل إلى الرضا سلام الله عليه، قال له: ما هي قصة، شنو قصة إيمان أبو طالب؟ في كلام واجد يصير في هذا الجانب. فقال له: إذا شككت
في إيمان أبي طالب كان مصيرك النار. الرضا عليه السلام يقول كل واحد يشك في إيمان أبو طالب مصيره النار. على هذا أليس هذا أمر يدل على إيمان هذا الرجل؟ هذا كافل الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من نجتمع في حضرته هذه الليلة، هذا ما سوف نأخذه مثال لما نتكلم عن كفالة اليتيم، نتكلم عن أبو طالب الذي كفل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. نأخذ مثال إلينا، كفالة اليتيم لابد أن تكون بمستوى كفالة أبو طالب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وعندنا في مجتمعاتنا كثير من الأيتام، والآن راح نتكلم عن اليتيم الذي فقد أباه. اليتيم الذي فقد أباه، الإسلام يدعونا إلى كفالته. ليش؟ لأن الإسلام ينظر إلى هذا اليتيم الصغير، إلى قلب هذا الطفل، شنو يشوف في قلبه؟ يشوف ألم كبير جدا جدا، يشوف في قلب هذا الطفل ضياع، يشوف في قلب هذا الطفل ماكو أمان، ماكو أمان. هذا الطفل الأمان الذي كان لابد أن يحصل عليه ذهب ذهب، وما يتوقع أن في أحد راح يقدر يسد مسد هذا الأمان اللي راح. كل أطفالكم أيها الأحبة الآباء، أطفالكم الصغار لما يجون يتفاخرون أمام أمام أقرانهم يقولون أبوي. الأطفال يعتبرك أنت ربه، يعتبر أبوه ربه، يعتبر أبوه أقوى واحد في العالم، أغنى واحد في العالم، أفضل واحد في العالم. فإذا فقده فقد العالم كله. يجي أمام هذا الطفل الفاقد، يجي أمام أقرانه، أبو أقران يسمع أقرانه يقولون أبوي راح، أبوي جاب، أبوي اشترى، أبوي أخذ، أبوي 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 أبوي. ولما يجي هو يفكر وين أبوي، يتألم. هذا الذي يتكلمون عنه أنا ما أعرفه، فشلون إذا كان موجود في حياته وفقده؟ يحس بالضيق يعتصره، يحس بالألم يعتصره، يحس بالخوف، يحس بالضياع. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى رسوله يتيما لكي يتحنن على اليتامى. هذا الرسول يعرف شعور الأيتام، وجاء الإسلام ليدعو لكفالة اليتيم. وحينما دعا لكفالة اليتيم جعل الثواب على كفالة اليتيم مو ثواب بسيط. أنت تروح إلى أحد الأعمال الإسلامية، أعمال مستحبة ثوابها 1000 حسنة، ثوابها حسنة، ثوابها كذا، ثوابها كذا، تعرف الثواب. لكن كل ثواب ممكنك تفكر فيه هو أقل من الجنة. كافل اليتيم، إذا كفل اليتيم حتى يستغني عنه كما تقول الرواية فجزاؤه الجنة. زين، بس الجنة مو أي جنة، معي إذا جمعناها ويا رواية الرسول الأعظم كافل اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. مو أي جنة راح تحصل عليها، مو أي جنة أنت راح تحصل عليها لما تكفل اليتيم، لما ترعى اليتيم، راح تحصل على الجنة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، سوف تجاور الرسول. شنو يحتاج من عندنا اليتيم؟
اليتيم أيها الأحبة يفتقد أولا الأمان الاجتماعي، لذلك مطلوب من المجتمع المسلم أنه يغذي ويسد هذا الفراغ عند اليتيم. لذلك قلنا في البداية أن مطلوب من كل واحد مننا أنه يكون أب إلى اليتيم الموجود في قريته. هذا اليتيم الموجود في قريتك هو ابنك، هذا اليتيم ابنك، وأنت ما يصير تخلي ابنك بدون رعاية بدون التفات. فلا بد أن تكون أنت مصدر من مصادر سد هذه الحاجة عند اليتيم. وماكو أي مبرر إلى أن أتخلى عن هذه المسؤولية، ماكو أحد عنده عذر. أنتم الليلة متجمعين في تأبين أحد الشباب، وهذا الشاب ترك لكم يتيم، كلكم مسؤولين عنه، كلكم مسؤولين عنه ومسؤولين عن كل يتيم موجود في هذه القرية، ومسؤوليتكم عنه مسؤولية تؤدونها إلى الله سبحانه وتعالى وتؤدونها إلى هذا الشاب الذي فقدتموه. كلكم يحمل أسف على فقده ويحمل ألم على فقده، كان وياكم قبل 40 يوم، كان موجود وياكم يجلس في مكان من أماكن هذا المأتم، يضحك معكم يكلمكم وتضحكون معه وتكلمونه. الآن حينما اختاره الله سبحانه وتعالى يجب أن نؤدي مسؤوليتنا في اتجاهه، الاجتماع، قراءة الفاتحة، التصدق عنه، هذه أمور طيبة، ولكن أفضل وأفضل وأفضل كفالة يتيمه، حتى ما يشعر هذا الطفل أو هذا الابن أنه فقد أباه وهو بين هذه المجموعة، وما يشعر أنه الآن أنا صرت خالي من الأب، وما يشعر أن أنا الآن وحيد وما عندي أحد ألجأ إليه وما أحد يضمني وما أحد يقبلني، مثل ما أشوف عند أقراني إذا دخلوا البيت لقبلهم آباؤهم وضمتهم أمهاتهم. فأول ما يحتاجه اليتيم أن نسد الأمان الاجتماعي. 2، يحتاج اليتيم إلى الرعاية المالية، والرعاية المالية قسمين: المحافظة على أمواله، وهذه أمر غير طبيعي إحنا نشوفه في الروايات، دائما الروايات والآيات تتكلم عن المصير السيء والنار التي سوف يحصل عليها من يأكل مال اليتيم. كل الروايات لما تحث على كفالة اليتيم تحث من جانب ثاني على أن من يأكل مال اليتيم سوف يصل النار، والقرآن يقول أن إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا جانب، المحافظة على أمواله. الجانب الثاني أن نكون نحن رعاته، كفالته مو بس بأن نؤمن الحاجات النفسية إليه، هم كذلك أن نؤمن الحاجات المادية بالنسبة إليه. شنو يحتاج هذا؟ ما يصير هذا إذا كان أبوه موجود، وأنتم تعرفون هذا الفقيد، إذا كان أبوه موجود شقد راح يعطيه، شقد راح يصرف عليه، شقد راح يرعاه. أنت لازم ترعى بنفس الطريقة. الآن صار في رقابكم الآن، وكل يتيم موجود في هذه القرية وموجود في البحرين كلها، لابد أن نحن نصير كافلين له. الأمير المؤمنين عليه السلام عندما جاء يوصي الحسنين في وصيته: الله الله في أيتامكم،
الله الله في الأيتام لا يضيعون بحضرتكم. طبعا احنا لما نجي نقرأ هذه الوصية، الوصية موجهة إلى الإمامين سلام الله عليهما، لأنهما إمامان يعرفان الواجبات ويعرفون المستحبات ويقومون بها. إذن هذه الوصية موجهة إلى من؟ موجهة إلينا احنا كشيعة، احنا كموالين، كأتباع لأمير المؤمنين عليه السلام. فكأنما الآن أمير المؤمنين هو يوصيكم، الله الله في الأيتام فلا يضيعون بحضرتكم. لا تخلوا الأيتام يضيعون وهم موجودين بينكم بين جنباتكم، لا تخلون الأيتام يضيعون وانتون ملتفتين إليهم. يحتاج أيضا إلى الأمان التربوي، هذا الآن الرجل الذي يقوم بتربيته يرشد إلى الصحيح، يقول له أن هذا صح هذا خطأ، ينهاه عن الخاطئ. الآن هذا الرجل مو موجود، فأنت المسؤول، أنت المسؤول عن أنك تكون المرشد التربوي إلى هذا اليتيم، أنت المسؤول إلى على أن تقول له ما هو الصحيح وتبعثه على القيام به، وتقول له ما هو الخاطئ وتبعثه على الانتهاء عنه، أنت المسؤول. فلا يضيع اليتيم بينكم أبدا. الآن شنو تقول الروايات؟ الروايات يجي تحببنا في رعاية وكفالة الأيتام. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عال يتيما حتى يستغني عنه، حتى يستغني اليتيم عن معيله، أوجب الله له بذلك الجنة. الجنة بين أياديك، هذا اليتيم هو جنة، هذا اليتيم الموجود بينكم هو جنة، فأنت الجنة بين أياديك، تترك الجنة بعد تروح من أيدك؟ وإذا كان الأمر ما تقدر تحتمله بكامله، يعني أنك أنت تكفل اليتيم بكل احتياجاته كاملة، اكفل ما تستطيع، خل إليك قدم في الجنة، خل إليك أثر في الجنة، وهذا الأثر ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك تزرع كذلك تحصد، أن ما تزرعه من كفالة اليتيم راح تحصله، والله سبحانه وتعالى ما يضيع أجر أحد. فكون وكونوا إلى اليتيم كالأب الرحيم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما له إلا وكتب الله له بكل شعرة تمر عليها يداه حسنة. هذا إذا تمسح على رأس اليتيم، شلون إذا كفلته؟ هذا إذا ترعى اليتيم، شلون إذا أنت سديت هذه الثغرة؟ شلون إذا كفلت اليتامى؟ وعندنا الإمام الحسين عليه السلام كافل اليتامى، كفل يتامى غيره وترك يتامى. حينما أراد الحسين أن يتوجه إلى حومة الميدان في وداعه الأخير إلى أهل بيته، سمع صوتا من خلفه يناديه: أبا حسين قف لي هنيئا. توقف، نظر إلى خلفه، وإذا به بها ابنته سكينة. ماذا تريدين يا بنية؟ قالت: أبا حسين انزل لي من على ظهر جوادك. نزل الحسين، قالت له: اجلس على الأرض. جلس، جاءت جلست في حجره، قالت له: أبا حسين امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. قال لها: لماذا يا بنية؟
قالت له أبا حسين بعد هنيئة: أنا أصير يتيمة، من يمسح على رأسي؟ الحسين كانت هذه شيمته حينما جاءه خبر مسلم بن عقيل أنه قد قتل. ذهب إلى خيمة النساء، نادى أخته زينب: أختي زينب، اجلبي لي بنتي، بنت مسلم بن عقيل. جاءت له ببنت مسلم، أخذها أجلسها في حجره، أخذ يمسح على رأسها. ما أن فعل بها هذا وإذا بقلبها قد أحس بالخطر، التفتت إلى الإمام الحسين: عم يا حسين، أصيب والدي بسوء. قال لها: بني أنا أبوك، بني أنا أبوك، وهؤلاء بناتي أخوتك، قلبي تروى من هالفعل يا خال، ما ظنيت هالأمر يصدر علي. لما أن رآها بهذه الحالة ضمها إلى صدره، أخذ يمسح الدموع عن وجناتها، وضمها إلى صدره والدمع يجري بالخدود، وقالها: يا فاطم، والدك ما ظنت يعود، شقت وظلت تنتحب بروح الجود. وقالت: يا عمي لا تفاول بالمنية، جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون في من قصر الإمارة ذابينة، وجسمه بالأسواق بحبال يسحبونه، وراس المشكر راح للطاغي هدية. هذا مسلم بن عقيل الذي غدر به أهل الكوفة، الذي ذهب إليهم يحمل رسالة الحسين، وقف على باب طوعه يناديها وهو عينه مستديرة: أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة، وأهلي وعمامي بغير ديرة، هي وأهلي وعمامي بغير، هي ديرة. اليوم الثاني مسلم ما كان موجود، لأن هؤلاء قد قتلوه، وطوعة تنظر إليه وتصيح: يا مسلم، وعظمها خجلتي في له الدوى، قلبي لفت قلبي وداوي، شبيدي وني حرمة وحيدة ولا قدر أحمي، كان سلمت من كيدها ومسلم على حسين. قالها: يا طاع اليوم ما تحصل سلام، أوصيك كان بهالبلد طبوا يتام، قولي إنهم مسلم ترى يبلغكم سلام، وأجرك على الله والنبي سيد الكون،
سحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة. قبل التفرق أيها الأحبة، يوجد جمع لصالح ليالي القدر، وتقدم من خير تجده عند الله. أسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا، سهل مطالبنا، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، ارحم موتانا، لا سيما السعيد المتوفى. اللهم ارحمه برحمتك وتغشه بمغفرتك واصعد بروحه إليك، وعندك نحتسبه يا أرحم الراحمين المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع. اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموتى الحاضرين لا سيما المتوفى. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.